السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نتحول أيها الأحباب الكرام من آسفي إلى إقليم تدلى مع للا فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تقريبا ما يحميدك الله يجزيك بخير على هذا البرنامج اللي تقدمي يحميك ويدي ما يجزيك بخير الله غادي يخلصك. بارك الله فيك لالا. الله يحفظك الله يجزيك بخير الله يحفظك زعما وريتينا الطريق مزيانة الحمد لله. الله يحفظك والله يجعل ربي ديرهم يكفل مازال نقول يا رب ويطول لك العمر الصحة الجيدة يا رحمن يا رحيم. يا ربي يا ربي. بارك الله فيك. بغيت نقول لك ردي عليا الله يرحم والديك معايا انا وراجلي وبنيتي وولدي الله يرحم والديك. عندي استحر شحال هادي وبنيتي نقرا ونلحقوا المنصب العالي وما خدمنا لا جواج لا. خافوا يشدوا الدكتورة جات. ونكري عندي في الباك تهودتها معاه. وبنيتي يشدوا الدكتورة الله يرحم والديك. يا الله يرحم والديك والزواج والو والخدمة ما سهلهم ان شاء الله تبارك وتعالى. لا اله الا الله. تبعتني في الدكتورة هي مازال ما سهلهم الله تبارك وتعالى قربوا يصوتني ولكن مازال وحدة ثانية في يلاه بدات عامين في سميتو في هذاك تيقول لي في لافاك عامين في لافاك الحمد لله تيجيبوا النقطة العالية الحمد لله الدواء فقريتهم الحمد لله والشكر لله. الله يحفظك بالدعاء ديالك وبسميتو تبعناك دائما نحن متبعينك دائما عامين هذو ما كثرت نصوني عليك والحمد لله يلا الله يحفظك الله يحفظك الله يجزيك بخير الله يجعل ربي نور طريقك يا ربي يا ربي تندعمك فين ما زعما تنقول لك الله يرحم لك الوالدين يا ربي كنت مالك يا رحمن يا رحيم لا اله الا الله الله يطول عمركم لله الله يخلي لك ولادك ويخليك معز عليك يا ربي يقولوا لنا فيك امين والله العظيم تنهز يديا كاملين تنغيث لوالدي كاملين يهزوا يديهم ويقولوا امين كاع مع الناس كاملين والله العظيم ربي شاهد عليا وهذا اللي تعواشته يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم باذن الله الواحد الاحد باذن الله الواحد الاحد حفظك الله ورعاك الله يرحم لك الوالدين الله يجزيك بخير وليهم يقولوا امين الله يرحم لك الوالدين الله يحفظك الله يجعل ربي يحفظك من جميع امراض ويحفظ لك معز عليك يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي هو الشافي ربي هو العافي بإذن الله وإن شاء الله عز وجل ربي شافي الجميع لا إله إلا الله الله يحفظك بخير شكرا لك لله شكرا لك الله يحفظك الله شكرا يا ربي يا كريم لا إله إلا الله سادة المستمعين كيف سمعتوا هذه أختنا فاطمة ربي أكرمها بذرية طيبة ولكن وجدت سحرا ووجدت أعمالا شيطانية جعلت الأبواب تغلق في وجهها وربنا سبحانه وتعالى هو العلي القدير وإن شاء الله جل علاه هذه الأمور كلها تزول تزول بأمر الله الواحد الأحد كنقول لك للا فاطمة وحنا مجتمعين جمع للناس كلهم يذكروا الله تعالى ويرفعوا أيديهم إلى السماء راه من أهم الأسباب راه حتى القدر لو كان مكتوب يزول لأن القدر إذا كان مكتوب لا قوة لأحد على تغييره إلا شيء واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء وإحنا مجتمعين الآن مع هؤلاء المؤمنين والمؤمنات وهؤلاء الصالحين والصالحات إن شاء الله تعالى كل الأعمال الشيطانية التي وقعت لك ولبناتك ولأهلك ستزول بأمر الله الواحد الأحد الله يسترنا ويستركم كاين بعض الناس لا يخافون البعث ولا يخافون النشور ولا يقيمون وزنا لما بعد الحساب فيقعون في الشركيات ويقعون في المحرمات ويؤذون الآخرين بأنواع السحر والله يسترنا ويستركم هذا الشيء ولا مزدهر في زماننا لضعف الإيمان ولكن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بآيات في القرآن العظيم متى قرأها المؤمن والمؤمنة بصدق ويقين فإنها تبطل أعمال السحر
لأن السحر هو في الأصل صناعة كيماوية. الساحر لما يدرس علم السحر راك يقوم بمجموعة من الطقوس والشعائر والصناعات الكيماوية لكي يستطيع أن يتحكم في الشخص عن بعد، عن بعد يتحكم فيه. كيعطي الله يسترنا ويستركم، إما سحر البوار، سحر البوار تكون ما كاينش زواج، تعطيل الزواج والعياذ بالله، أو تعطيل التجارة كي يحل المحال ويدير المشروع لا بيع ولا شراء، تكون دائما في الخسارة، هذا كيتسمى سحر البوار. وسحر التفريق اللي يكون إنسان الرجل مع مراته مجمعين وكيتفرقوا، ولا العائلة مجموعة وكتفرق، ولا الشركاء في شركة مجموعين وكيتفرقوا، هذا سحر الفراق والعياذ بالله. وأخطره سحر الأوهام. سحر الأوهام هو أن الإنسان يصاب بوسواس غريب سببه السحر، كيعود دائما كيفكر ولا أحد يستطيع أن ينقذه، كيمشي عند الأطباء كلهم، فيما سمع بشي طبيب عنده خبرة كيمشي لعنده حتى كيعود هو خبير في الطب، كيدوز 30-40 طبيب متخصص في مختلف، حتى كيمشي الطب الصيني والطب الهندي والطب بالطاقة، وكيبقى هو هكذا لأن المرض ديالو مرض أوهام بالسحر. العلاج يكون بإذن الله تعالى بترديد آيات قرآنية في كتاب الله سبحانه، وربنا عن طريقها يشفي ويفك هذا السحر. وإن شاء الله للا فاطمة الناس حاضرين معنا الآن نطلب منهم جميعا يهزوا معنا يديهم ونديروا واحد دعوة ديال الخير لإبطال كل سحر، ونقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله على أنفسنا. بسم الله على أهلنا. بسم الله على أموالنا. بسم الله على صحتنا. بسم الله على كل شيء أعطاه إيانا ربنا. بسم الله. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر. بسم الله نرقي أنفسنا. بسم الله نعالج أنفسنا من كل شيء يؤذينا. رب الناس أذهب الباس. اشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ودرأ وبرأ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. نعوذ بالله بما استعاد به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق ودرأ، ومن شر إبليس وجنوده. نعوذ بكلمات التامات من غضبه وعقابه وشر عباده. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله،
إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان به لا برهان له به عند ربه ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم يا رب العالمين نعوذ بك من جهر البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء. اللهم ادفع عنا المحن وسوء الفتن. يا ذا الجلال والإكرام أنت القوي وليس أحد أقوى منك. أنت الرحيم وليس أحد أرحم منك. رحمت يعقوب فرددت عليه بصره ورحمت يوسف فنجيته من الجب ورحمت أيوب فكشفت عنه البلاء وأمرتنا بالدعاء وتكفلت لنا بالإجابة. فاللهم استجب لنا اللهم استجب لنا. ربنا إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي ببركة الأدعية للا فاطمة من إقليم تدلى وما تعاني منها هي وبناتها وأهلها. اللهم يا رب اجعل هذه الآيات وهذه الأذكار رقية لهم وشفاء لهم باعد بينهم وبين السحر والشعوذة التي أصابتهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. ونقهم من آثارها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا رب كل من قال آمين اجعل هذه الرقية المباركة تكون له حصنا حصينا وشفاء من كل داء وسقم وعلة. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. أبو الكرام نتحول من إقليم تدلى إلى إقليم بن جرير مع أخينا عبد الإله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.